فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أكل من أكل بقية الأجزاء من الإبل دون اللحم، يقول من أكل أجزاء من الإبل وليست لحما كالكبد والشحم وغير ذلك، هل ينتقض وضوءه؟ الشحم لا، الشحم لا ينقض الوضوء، إنما بقية أجزاء الإبل الصحيح أنها تنقض الوضوء. بعض العلماء يقول لا، أن اللحم ما يكون في الكرش والكبد والمصران هذه ما تسمى لحم ولا تنقض الوضوء، وهذا هو المذهب. لكن الصحيح أن كل أجزاء البعير اللي تؤكل، أجزاء البعير التي تؤكل، أنها تنقض الوضوء، إلا الشحم، هذا ليس لحما، هذا قطعا أنه ليس لحما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وسائل يسأل عن مسألة شرب المرق، مرق اللحم. لا، ما يضر هذا، هذا ما هو لحم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.